حلقتنا لهذا اليوم واللي راح يكون بعنوان ليزا والتوأم، عراقية أتقنت فن تربية التوأم بحب وإيجابية قل نظيرها. مشاهدينا اليوم راح نتعرف على شخصية محبوبة جدا ومتابعة بفرح وإيجابية من قبل متابعيها، وهي السيدة ليزا التي تعيش بأمريكا وتشارك متابعيها تجاربها الحياتية بألطف وأرقى الطرق الممكنة. مرة بكيفية الاهتمام بنفسها، يعني الاهتمام بالنفس، والعديد من المرات بكيفية العناية بالأطفال والتعامل معهم بأفضل الطرق الممكنة. طبعاً والشخصيات الأبرز بحياة ليزا هم بناتها، سواء كان من القصص من الأحداث اللي يصير بحياتها، فهو اللي ماخذين ترند بحياتها هم بناتها التوأم آن وإلا. اليوم راح نسولف وياها، راح تشاركنا المعلومات شون الطريقة اللي هي ماشي عليها بتربية التوأم، وشون بقت محافظة على اهتمامها بنفسها وأحلامها، وبنفس الوقت هي عندها بنات توأم اثنين تهتم بيهم. يسعد صباحك يا ليزا. صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير لكادر قناة الرشيد الفضائية، صباح الخير لكل المتابعين. تحياتنا لك يا ليزا. بداية عرفينا عن نفسك، خلينا نقول على طريقتك الخاصة أنت وأيضا للمشاهد الكريم. طبعا اسمي ليزا، عراقية عايشة بأمريكا. أني زوجة وأم لطفلين توأم مثل ما سمعتوا من هذا إيلا وأنا، وانعرفت عن خلال السوشيال ميديا. هو أنا أريد أعرف أنت دخلتي العالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي قبل يكون عندك التوأم أو بعدها؟ أنا دخولي كان لمواقع التواصل الاجتماعي عن طريق جروب نسائي، طبعا قبل لا أجيب التوأم مالتي. طيب. هناك كنا نطرح مواضيع، وهذا مواضيع مهمة بلايفات، وبعدين صارت سالفة التوأم وهذا. فمن حبي للتصوير وتوثيق اللحظات الحلوة بحياتي سويت صفحة إلي وإلهم، نوثق يومياتنا وشغلات مهمة تفيد المتابع. زين، شنو الصعوبة اللي واجهتيها بتربية التوأم اللي عندك؟ يعني كل اليوم كل امرأة يصير تواجه صعوبات مطبات، شو اللي واجهتي انت؟ مثل ما تعرفين انه هسه الام اللي تكون يكون عندها طفل واحد تواجه هواية صعوبات، يعني فكيف لو كان يكون عندك مثلا طفلين؟ الجهد يصير مضاعف طبعا. بتربية التوأم الصعوبة اللي واجهتها مثلا بكاءهم سوية، اكلهم لازم سوية، وقت نومهم سوية. فقد ما هم متعبين أنا أقول هم هم حلوين، ودائما أكو شغلة أنا أقولها إنه الله منطي قوة لكل أم على التحمل لا مثيل إلها. صح. اليوم أريد نعرف عندك ليزا، دائما نسمع إنه ثقافة الغرب اليوم خلينا نقول نوعا ما مختلفة عن الثقافة الشرقية، وما ممكن إنه بعض الثقافات الشرقية تتقبلها أو تتقبل الثقافة الغربية. احنا كشرقيين اليوم كيف واجهتي اليوم كأنتي كامرأة او كأم صعوبة تربية الاطفال خلينا نقول بدول الغرب او بأوروبا بصورة عامة؟ طبعا تربيتهم بدول الغرب تربيتهم صعبة، بس بالوقت الحالي انا اللي دي اشوف انه تربية الاطفال بشكل عام كل دول العالم صارت صعبة بسبب الانفتاح وكثرة المغريات اللي صارت. بس احنا دول الغرب تقع على عاتقنا مسؤوليه، خلينا نقول يعني اكبر ومضاعفه عن اللي عايشين ببلدهم. مثلا لازم احنا نعلمهم على ثقافتنا وتقاليدنا، وبنفس الوقت لازم نعلمهم انه نحميهم من الثقافات والقيم اللي تصير هنا المختلفه الخاصه بالغرب. بس أنا أشوف إنه العامل اللي يساعد الطفل حتى يعني يقوم على تقاليدنا وعاداتنا إنه نخلق له بيئة ومجتمع خاص بينا. والعامل الثاني إنه نخليهم على تواصل بموطنهم الأصلي، يعني يصير زيارات بين فترة وفترة حتى يتعرفون على ثقافتنا وعلى الأهل والأقارب. ما قد عمرهم هسه بالوقت الحالي؟ سنتين ونص. انت ذكرتي قبل شويه قلتي لي
بدنا نتحدث عن الصعوبه في تربيه التوام يعني، وكان فضول من هال يعني قالت شلون يعني احنا اليوم المراه بعد ما يكون عندها طفل واحد مرات شوي يسوي لها بعض الازعاجات عند البكاء وكذا، انت اليوم عندك توام وقلتي شنت اعاني من بكائهم في نفس الوقت، بس اريد اعرف شو تسوي يعني من يبكون اثنيناتهم سويه شنو كان تصرفك اليوم؟ دور الاب وياك كان الى دور يعني مثلا اليوم تسكتين طبعاً. واحد انت الاب يسكت الثاني لو خلاص اثنيناتهم انت عليك يعني لا طبعا كان له دور كلش كبير زوجي، هو كان الايد اليمنى الايد اليمنى، لان اني هسه هنا طبعا اني وحدي هنا ما عندي اي مساعد، اهلي بالعراق، فزوجي كان الايد اليمنى بالنسبه لي. هم طبعا يعني من يبكون هذا، ف مشكله التوأم بكائهم من دون سبب، مثلا تشوف اختها تبكي هي تبكي او ف يعني مشاكلهم هوايه، بس زوجي كان له دور كلش مهم بمساعدتي. زين انا حابه اعرف منك اكيد تحياتنا اكيد تحيه لها ولاهلش بالعراق اكيد، حابين نعرف اليوم اكيد هوايه من المشاهدات بعد الولاده يعني يزيد وزنها، شلون ممكن الام خلال فتره الحمل وبعد الولاده تحافظ على الوزن تبقى نفس الوزن مالتها ما يتغير شيء؟ بعد الولادة أنا اللي سويتها ركزت عليه أنه الاعتدال بالأكل، الأكل الصحي، وما كنت أتعشى بأوقات متأخرة، يعني آخر شيء الأكل مالتي يكون إلى الساعة مثلاً 5 أو 6، بعدها ما أكل أي شيء، فقط الماء، وطبعاً الرياضة المشي، كلش أنا أحب المشي، استمريت بالمشي، وبعد 3 شهور خليت الرياضة مالتي يعني تكون أقوى. لأن تعرفين أنه بعد الولادة الأم تقدر تسوي رياضة وتمارين وكذا، فبعد 3 شهور سويت تمارين أقوى وهذا بالرياضة. وأكيد الإرادة طبعاً، بس اليوم يعني أنت مشيتي على هذا السيستم أنه أنت تقطعين أكل لحد الساعة مثلاً 6-5 العصر وبس مي، يعني هاي من الأشياء اللي أنت مشيتي عليها وقدرتي تحافظين على وزنك، ما صار عندك زيادة بالوزن. هاي بعد الولادة أي نعم. هاي بعد الولادة بأثناء فترة الحمل نفس الشيء، تشوفي الأم اللي تكون حاملة بتوأم تصير عندها زيادة بالوزن مضاعف، صح؟ مضاعف، صح. فأني لأن وحدي وما عندي مثلاً أحد يساعدني، لأن تعرفين مثلاً بالأشهر الأخيرة الأم تحتاج مثلاً خصوصاً اللي تكون حامل واحد يقومها واحد يقعدها، لأن يصير عندها ثقل يعني، صح. فالشيء اللي ركزت عليه أنه يكون وزني خفيف، أركز على الأكل الصحي، كنت أجوع، صح كنت أجوع هواية بالليل، بس كنت أكل سلطات، أسوي لي ماعون كبير مع السلطات وهذا، وابتعدت عن الأكلات اللي بيها سعرات حرارية. وأكيد المشي، كنت أمشي لمدة ساعة باليوم. حلو حلو، المشي مهم، إحنا دائما نتحدث، وكل يوم تحدثنا أيضا أنا وهلا على موضوع المشي، خصوصا السير على الأقدام في الفترة الصباحية، ممكن أيضا يعني نوع من أنواع الرياضة اللي ما ممكن إنه يروح للجيم أو يمارس الرياضة الصباحية، ممكن إنه المشي يعوض عن هذه الرياضة حتى على أقل تقدير من أجل الحفاظ على الوزن، سواء كان للرجال أو حتى للنساء، خصوصا المرأة الحامل. إحنا دائما نسمع إنه الكثير من الأطباء ينصحون إنه تمشي لمسافات طويلة يعني درج كذا، وبعد الحمل كذلك أيضا. طيب ليزا، خلينا نحشي أيضا بعالم السوشيال ميديا وطريقة الانتشار ونشرش أيضا، اللي اليوم عند الجمهور بالميديا دا تشاركيهم تفصيلات مهمة بحياتك، شنو أكثر الأسئلة شيوعا توصلش من جمهورك وكل من يتابعك، يعني تحديدا من الأمهات، سببت لش إحباط خلينا نقول نوعا ما؟ طبعا بعيدا عن السؤال اللي يقولوا لي ياهو منو إيلا منو أنا، طبعا هذا السؤال يسبب لي إحباط، لأن دائما خليهم مثلا شغلات مقارنة، هاي إيلا، هاي أنا كذا، إيلا كذا. عدا هذا السؤال، السؤال اللي أكثر شيء يقهرني المقارنة. شلون يعني المقارنة؟ يعني ما بين التوأمين، ما بين طفلتين، لو يقارنون بناس على السوشيال ميديا بأطفالهم يعني؟ لا، يقارن الأم اليوم تقارن طفلها بطفل آخر، مثلا اليوم أنا نزلت ستوري طفلي بدأ يمشي، الأم تقول مثلا أنا طفلي بعمر هذا الطفل ليش بدأ يمشي، أو يعني أقارن طفلي بطفل آخر،
فالمقارنة كلش تقهرني بصراحة، يعني أكبر الأخطاء اللي ترتكبها الأم بحق ابنها أنه تقارنه بطفل آخر. يعني قصدش أطفالش بأطفال آخرين، مدى يقصدون بالأسئلة أنه يقارنون الطفل تين التوأم اللي عندش تحديدا؟ لا لا لا، الأم تقارن طفلها بطفل ثاني. مثلا طفلي ما طلع أسنان إلى الآن، طفلي تأخر بالمشي، طفلي مدى يأكل، طفلي يعني المقارنة تسبب، الطفل هو غير مطالب أنه يكون مثل فلان. الأمهات مفكرين أنه المقارنة هي وسيلة حتى نعدل الطفل، بس هذا الشيء غلط. إحنا حتى نعدل الطفل أو لازم نميزه بشغلات إيجابية، نميزه عن غيره حتى نعزز الثقة بداخله. البعض اليوم يعني ذكرتيني بموقف يعني دائما ممكن أنه نشوفه، يعني حتى على مستوى الشخصي بالبرامج اللي نصورها إحنا. اليوم أنت تنزلين العديد من الصور لأطفالك، يعني وبتأكيد هاي الأسئلة قد تكون يعني طبيعية. اليوم مثلا أنت حكيتي قلت اليوم يعني أطفالي طلعوا أسنان، تأكيد الأم تقول أنا عمرهم سنة، واحدة تسأل صار عندها فضول، أنا صار عمره سنة ما طلع أسنان، يعني ممكن أنه ناخذها بي يعني دون الحساسية يعني بهذا الموضوع. نعم. لكن اليوم البعض يخاف يصور ابنه او يخاف من العين بعيد يعني ايه بما يخص العين او الحسد او كذا. اليوم انت شلون تواجهين هذا الموضوع يعني بعفويه بطبيعيه؟ اليوم انت اطفالك لازم تلبسيهم نفس الملابس يعني حتى ممكن انه المتابع ما يفرق منو ان منو الاسم الثاني الا ان والا، فلذلك بتشوش عندهم الصوره يمكن نفس الوقت. بصراحة بخصوص موضوع أنه ما أصور الطفل أو ما أطلع وجهه، هاني هذا الشيء ما أآمن به أبد. حلو. دائما تجيني شي مسجات، أنت ما تخافين عليهم، أنت ليش تصوريهم هواية، خطية راح تجيهم عين. وأول واحدة أمي إذا تمرضوا هاي تمرضوا لأن نزلتي صورهم، خافي نزلي صورهم. فأني أقول دائما ما دام الله موجود الله هو الحافظ. ونعم بالله. طيب قبل ما نوصل لنهاية حديثنا ومحورنا وياك ومحور ممتع أكيد، اليوم الأم اللي ما عندها شهادة خلينا نقول أو ما واصلة لمستوى تدريسي معين أو مستوى تدريسي عالي، تقدر تنجح بتربية الأطفال برأيك؟ طبعا أكيد، لأن الأم اللي مثلا خلينا نقول هي تكون دكتورة أو مهندسة هي ناجحة ضمن اختصاصها، بس هذا ما يعني أنه هي تكون ناجحة بجوانب الحياة الأخرى. فأنا ما أقول أنه الشهادة مو مهمة، الشهادة مهمة تثقف الشخص، بس أكو هواية أمهات هم ما سمحت لهم، يعني ظروفهم ما سمحت أنهم يكملون دراستهم أو هذا، فهذا ما يعني أنه هي ما راح تكون ناجحة بتربية أطفالها. هسه بهذا الوقت عندنا سوشيال ميديا، عندنا محاضرات، عندنا فيديوهات تثقيفية الأم من خلالها تقدر تعرف كل شيء. زين ست ليزا، قبل الرسالة الأخيرة اللي حاب نعرفها من عندك اللي ممكن توصلها لكل أم تتابعنا من خلال برنامج يوم جديد، أريد أعرف شو صار عندي فضل إنه أغلب منشوراتك يعني اليوم أنت بوستاتك على أي موقع، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب؟ الإنستغرام. دائما أنت تظهرين مع أطفالك؟ نعم. الأب هب مو ويانا مرات يظهر مرات أيوة. ما العلم هو ايدي سليمنا بال ما حاول ادور تفريق، تحول تطبيق شو اسمه طباب خير بعد خلاص. لا بس هي قالت يعني هو 90% ايدي اليمنى دائما، يعني خصوصا اللي تشون اثنيناتها مسوية يعني لسبب انشغالها بالشغل بالتأكيد مو دائما ويانا بالتصوير وهذا. زين ست ليزا، رسالة اليوم حابة توجهيها لكل أم عراقية تتابعنا من خلال برنامج يوم جديد وايضا من خلال قناه رشيد فضائيه، الكاميرا لك يعني خذي راحتك تفضلي. طبعا رسالتي لكل ام، مهما كان اللي هسه تمرين به من صعب او شيء صعب داخل بيتك، هو هذا الشيء مؤقت. اخلقي السعاده والايجابيه داخل بيتك. انت اساس هذا البيت، اذا انت كنت قويه البيت يقوى كله وياك، بس اذا ضعفتي راح يضعف وياك. فاخلق الايجابيه وشكرا لكم لقناة رشيد الفضائية، ولكم
ولكل اللي هسه دا يتابعونه، واني كلش سعيده انه كنت بلقاء وياكم اليوم. بالتأكيد احنا سعيدين بلقائك، وبالتأكيد انا متأكد اليوم عندك بعض الاشكالات ما يخص النشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وانا متأكد ايضا اكو كثير من الفيديوهات اللي اليوم انت نشرتيها وحذفتيها، هاي الامور احنا ايضا على المستوى الشخصي قد نعاني من عدها بسبب بعض التعليقات، وايضا احنا بدورنا نتمنى لك الموفقية والسعادة لك وللتوأم اللي عندك ربي يحفظهم، ولزوجك ايضا نوجه له تحية من خلال برنامج يوم جديد. شكرا لك شكرا لك. اكيد مستمرين بمحورنا الثاني وبتقاريرنا ومواضيعنا، لكن مشاهدينا بعد الفاصل.